وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم بمقر بيت التجار مذكرات تفاهم مع عدد من مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز آفاق العمل المشترك في مجال الدراسات والبحوث وتدريب طلبة الجامعات. جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، حيث تم توقيع 13 اتفاقية مع عدد من الجامعات في المملكة. وتضمنت المذكرات تبادل الخبرات وتوظيف الموارد، وهو ما يتوقع أن يدعم الطرفين بالبيانات والمعلومات اللازمة للأطراف العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التجارية والصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز من تواجده وتنافسيته محليا وإقليميا، وكذلك تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات والدراسات والأبحاث التي يجريها كل منهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات، وتنظيم الفعاليات المشتركة من حلقات نقاش وورش عمل توعوية وندوات ومعارض، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والطاقة، وكذلك في الموضوعات التي تهم الوضع المحلي والإقليمي والدولي. الهدف من هذه المذكرات هي تعزيز البحث العلمي ما بين الغرفة ومؤسسات التعليم العالي، وأيضا توفير فرص تدريب للشباب البحرينيين في القطاع الخاص، وأيضا تلبية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات الأكاديمية اللي متوفرة في مؤسسات التعليم العالي. طبعاً احنا نشجع هذا الشيء، من المهم ان احنا نلبي هذا الاحتياج، ذلك لتوفير العمل المناسب للشباب البحريني فور تخرجه. لا شك ان هالاتفاقيات بتضيف الكثير للجامعات الخاصة، خاصة اننا بيصير في تعاون اكثر بين الجامعات الخاصة وبين التعليم العالي، وهذه من أفضل الأشياء اللي المفروض تصير عشان الجامعات ممكن تتطور بالتعاون والتكامل. الهدف من المبادرة والتوقيع الاتفاقية هو تعزيز وتفعيل المبادرات السابقة ووضع شيء ملموس على الواقع من ضمنها البحث العلمي ومن ضمنها تدريب الطلبة والتوظيف. فإحنا جدا سعداء كجامعة الملكية للبنات بتوقيع الاتفاقية، ونأمل أن نرى المنتجات والمخرجات من هذه المبادرة قريبا جدا. أنا سعيد جدا في وقعنا هالاتفاقية غرفة البحرين، وإن شاء الله يعزز تعاوننا مع الصناعة والتجارة وأرباب العمل عن طريق طبعاً غرفة التجارة على مجالات عديدة، طبعاً منها أكيد مجالات البحوث والدراسات. توقيع هذه الاتفاقيات بين غرفة البحرين ومؤسسات التعليم العالي الحقيقة يعني تقوي أول شيء من الجامعات، وتؤكد التعاون بين غرفة البحرين وبين التجار في البحرين ومؤسسات التعليم العالي التي تهدف هدف واحد، وهو دفع الاقتصاد البحريني وجعل التعليم العالي والسياحة التعليمية مهمة في البحرين جداً،